الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا معكم في تساوق الوجود والشيئية بمعنى أن الوجود هو الشيئية والشيئية هي الوجود ولا واسطة بين الوجود والعدم حتى يكون هناك كيان هو الشيء لا يصدق عليه الوجود ولا يصدق عليه العدم. ووصل الماتن رحمه الله إلى هذه العبارة قال وكيف تتحقق بدونه بدون الوجود مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف بعض المحققين شكك في كون هذا الكتاب للمحقق الطوسي ما عنده خبرة بالمتون ولا بالمباني من يقول هذا الكلام هذه العبارات بهذه الدقة وهذا الضغط لا يتاتى الا من عقل كعقل المحقق الطوسي قدس سره والعلامة الحلي درس عنده يعني العلامة الحلي لا يعرف ان هذا الكتاب لاستاذه معقول يعقل هذا ويأتي ويشرح هذا الكتاب بهذا الشرح العميق ولا يعرفنا الكتاب لأستاذه لعل هذه كانت من فيوضات المحقق الطوسي الدروس ثم هو سجلها كمتن ثم العلم الحلي رأى المتن مغلقا عميقا فعمد إلى شرحه وكيف تتحقق هذه المهيات بدون الوجود مع إثبات القدرة قدرة لمن للخالق وانتفاء الاتصاف لأن الله تعالى لا يوجد الحيثيات هذه أمور مغلقة فنقرأ شرح العلامة ونشرح كل جزئية من شرح العلامة أقول لما استبعد المحقق الطوسي مقالة هؤلاء المعتزلة هؤلاء القوم يعني المعتزلة ونسبهم إلى الجهل إن يعني مبدأ التناقض يؤمنون بمبدأ التناقض شرع في الاستدلال على بطلان قولهم بين ان شيئيه تسابق الوجود وما عندنا شيء يخرج عن دائره الوجود يسموه العدم الازلي يسموه ما 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 شاء ما يشاء شرع في الاستدلال على بطلان قولهم اثبت الحق ثم يبطل هذه الخزعبلات صدقوني لا تحتاج الى ابطال لانها يعني خلاف البنيه العقليه كيف يكون للعدم ثبوت؟ واعلم ان هؤلاء يذهبون الى ان القدره يعني قدره الله تعالى لا تاثير لها في الذوات انفسها في انفسها خذ الماهيه ماهيه الانسان لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. فالله تعالى لا يعطي الهويات هذه كذلك مسألة بنيوية وابن سينا أشار إليها بعبارة جميلة أن الله تعالى لا يجعل المشمشة مشمشة مش بل يوجد المشمشة كيف؟ نخرج عن المثل قليلا الله تعالى عنده هندسة مطلقة للأشياء هذه الهندسة يسميها ابن سينا وجودات علمية مثل الشاعر شاعر عنده كمال ادبي اول ما يتجلى هذا الكمال الادبي في افق خياله ينشئ قصيده ويهندسها بجميع مقتضياتها النحويه والصرفيه والبلاغيه وفقه اللغه والجماليات اين يهندسها ليس حين الانشاء الكلامي حين الفعل الكلامي لا في افق ذهنه هناك القصيده تسمى وجودات علمية، قصيدة علمية، عندها وجود علمي في قلب الشاعرة، في ذهن الشاعرة، جميل؟ ثم تنتقل هذه الصورة الخيالية في شكل فعل كلامي، نطق فعل, فعل كلامي فيسمعها الناس ويلتذون بجمالها. الله تعالى كذلك، وخلق الإنسان بهذه الكيفية وهو كذلك هنا تكتشف أن الإنسان الإنسان من صنخ الربوبي مخلوق يختلف عن جميع المخلوقات فالله تعالى يهندس الأشياء بوجودات علمية قبل الخلق هذا يسمى القضاء والقدر العلميان ثم يخلق يعطيها الوجود لا يعطيها الماهية لا يجعل المشمشه مشمشه. يجعل المشمشه مشمشه يعني انت اذا جعلت المشمشه مشمشه في الرتبه السابقه لم يكن مع معنى قلت مشمش الهويات في دائره الهويه لا معنى للخلق، الخلق متى؟ الخلق اذا جاء الوجود يدخل هذه الهويه او هذه الماهيه الى متن الواقع فتبرز منها الأثر اذا الله تعالى لا يجعل المشمشه مشمشه. يجعل المشمشه موجودا لماذا؟ لان دائره الهويه الانسان انسان الماء ماء هناك لا تتجلى عمليه الخلق لماذا؟ لان اذا اعطى الانسانيه للانسان جيد هذا الانسان ما هو حكمه قبل اعطاء الانسانيه؟ انت قلت انسان لا معنى لعملية الخلق في في دائرة مبدأ الهوية. عملية الخلق دائما في مبدأ الجوهرية. يعني تأتي حيثية الوجود وتحقق المهية كيف تتحقق المهية بالوجود هذا بحث له علاقة بأصالة الوجود وأصالة المهية لا نفض فيه هنا يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الذوات أنفسها لأنها ثابتة في العدم الفيلسوف لا يقول ثابتة يقول لا تقتضي لا الوجود ولا العدم ما يعطيها شيء هم اعطوها الثبات اعطوها الثبات، إذا اعطوها الثبات يعني ثابتة فإيجادها من باب تحصيل الحاصل، إذن القدرة لا تتعلق بالماهية الثابتة. نعم. مستغنية عن المؤثر في جعلها ذواتا. نعم، لأن أنت بنيت أيها المعتزلي أن الماهية ثابتة في العدم، ثابتة في العدم، انظروا هذا الخرافة. مستغنية عن المؤثر لأن ثابتة تحصن للحاصر في جعلها ذوات جيد ما رأيك يفيض عليه الوجود كما يقول الفلاسفة كما يقول ابن سينا الله تعالى لا يجعل المشمشة مشمشة ليس لأن المشمشة ثابت في العدم كما يقول المعتزلة أبدا لأن هويته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم فالله تعالى لا يعطي الهويات يحقق الهويات لا يجعل المشمشة مشمشة يحقق المشمشة يوجد المشمشة جيد على مبناكم الماء ثابتة في العدم والثابت تحصيل الحاصل لا يحتاج إلى مؤثر لأنه ثابت إذا القدرة هناك عاجزة القدرة هناك لا تتعلق بالماء الثابتة في دائرة العدم وهذه خرافة سلم والوجود يعطيها الوجود يقول الوجود حيثيات والحيثيات انتزاعيات والانتزاعيات لا تجعل الاعتباريات لا تجعل لماذا يعني لا هويتها لها يقول ولا في الوجود لأن الوجود عندهم حال حال يعني انتزاعي يعني ايه اعتباري اعتباري نعم نحن نوافق أن الحيثيات كلها ايه اعتبارية مفهوم الوجود يحكي حيثية اعتبارية أما الكلام ليس في الحيثيات الكلام في متن الوجود فرق بين الوجود وحيثية طاردية العدم الله تعالى يعطي متن الوجود ما يعطي هذه الحيثية التي هي ليست لها أهلية أن تنوجد فهنا هذا الدين المعتزلي أصاب بعض بعض المسائل اللي هي حق إلا أن النسق خرب وطريقة التفكير خطأ خطأ فهذه الإضاءات الجميلة تختفي وتنتفي ولا في الوجود لأن الله تعالى لا يفرض الوجود، فالقدرة بعد لا تفعل وأنتم تؤمنون بأن الله تعالى قادر بالقدرة المطلقة ولا في الوجود لأنه عندهم لأن الوجود عندهم عند المعتزلة هذا الفريق هذه الجماعة حالٌ، حالٌ يعني حيثية يعني امر اعتباري إيه؟ هنا يجب ان نقف على هذه المساله لانها حساسه وانا عندي يقين ان الطالب الان ذهنه مشوش كيف الوجود حيثيه وهو متن الواقع دقيق جيدا انا اقرب لك المساله بمثال عندك الذات المقدسه الله تعالى حي قادر مريد محب وعالم صفات معروفه صفات الذات الان ناتي الى الواقع الخارجي عندك انت صورتان لهذا الواقع الخارجي عندك الذات الالهيه متن متن واقعيه من الواقعيه والحياه كذلك متن والعلم متن متن يعني واقعيه والاراده واقعيه والقدره واقعيه كم صارت الواقعيه الالهيه واقعيه متعدده اذا كيف تحل هذه المشكله يجب ان تدخل كل هذه الصفات في الذات هذه عينيه الصفات للذات تدخلها ما معنى تقول شيخنا ليست كيانات ليست متونا هذه ذات بنحو الذات بنحو هذه الذات بنحو ننتزع مفهوم الحياه مفهوم العلم مفهوم القدره تاتي الحكايه تحكي متونا ام تحكي شؤونات؟ تقول تحكي شؤونات، شؤونات هذا معنى اعتباري. هذا هو معنى اعتباري، هذا معنى انتزاعي. هذا معنى انتزاعي. اذا كون الله تعالى طارد طاردا لعدمه لو حيثية الوجود يعني عندك أنت الذات إلهية والوجود بجنبها أم لا تقول الوجود شأن من شؤوناتها حينما تكون متحققة أو في حالة تحققها إذا الوجود ليس متنا زائدا وإنما يشير إلى حيثية التحقق أما الوجود المتني الإلهي ذاك وجود غير ذاك وجود غير ومتى اتضحت هذه المسائل ليس في عصر المحقق الطوسي ولا في عصر الإعلام العلي في عصر ملا صدرة نعم ولا في في الوجود يعني لا يفرض عليها الوجود لأنه عدم حال يعني انتزاع والحال يعني الانتزاع والحيثية غير مقدور عليه من باب سلب بانتفاء الموضوع ليس أن الله عاجز وإنما الحيثية لا تقبل الإيجاد أنا أقول للفنان دقق جيدا هذه المسألة حتى تفهم بمثال المثال يقرب من جهة فنان كبير رسام كبير تقول له أريد أن ترسم لي الجلوس يقول أنا مستحيل. أنا أرسمك جالساً. أما الجلوس كيف أرسم ما هو السر؟ لأن الجلوس ليس له متنية مستقلة. ثم يأتي الفنان ويجسده في في صورة فنية. لا يمكن. الجلوس حيثية للجالس شأن للجالس. هذه الشأنية تسمى اعتبار، ما معنى اعتبار؟ يعني الذهن يجب أن يصنع لها كيانا اعتباريا حتى يفهم في دائرتها هذا الصنع الكياني نسمى إيه اعتبار وإلا أنت ما عندك إلا الذات الجالسة ما عندك ذات من هنا والجلوس من هنا أبدا وبالتالي الله تعالى يريد أن يصنع الجلوس متنا مستقلا يمكن أو لا يمكن لا يمكن لا يمكن لأن يعني القدرة لا تتعلق بهذا الأمر ليس أن الله عاجز، لا، لا، ليس من باب العجز. الجلوس شأن للجالس وليس له متن مستقل تتعلق به القدرة. وهكذا جميع الحيثيات التي يتصف بها الموجود، وقد ثبت في نفس الأمر، يعني في الواقع أن اتصاف الماهية، ما يعني شجر بقر، ما ذهب. بالصفة غير ثابت في العيان بل هو أمر اعتباري كلام جدا فاخر من العلم الحلي انظر وقد ثبت في نفس الأمر يعني في واقع الأشياء في واقع الأشياء أن اتصاف الماهية بالصفة غير ثابت في العين كتب تحتها أن الصفة ليست متنا مستقلا في مقابل الماهية كما بينت الآن في جلوسي أنا تفاحة حمراء صفة عندك الإحمرار متن مستقل والتفاحة متن مستقل أما التفاحة بنحو صارت حمراء عندك أنت الآن كرة كرة مادة مادة برونز أو نحاس أو ذهب في شكل كرة هل الكروية التي يدرسها الرياضي والهندسي متن في مقابل هذا النحاس مستقل ام لا شان لهذا النحاس؟ شان لهذا النحاس كيف يتشأن بها مساله اخرى يخضع لقانون هندسي اما ما عندك انت الكرويه مستقله كشكل هندسي في مقابل البرونز او النحاس او الحديد او او مستحيل اذا الصفه ليس لها ثبوت واقعي وانما هي ذات متشائمة بها. يقول: وقد ثبت في نفس الامر ان اتصاف الماهيه بالصفه، مهما كانت هذه الصفه، غير ثابت في الاعيان، بل هو امر اعتباري هذا الذي بيناه. هذا الذي بيناه. الحيثيات كلها امور اعتباريه، بمعنى نعتبر لها كيانا مستقلا خرطيا. اذا صح هذا الكلمه هذه ثم لنتعقلها حتى نعقلها وندرسها في بعدها هل هي منفصله متنا حقيقه؟ ابدا 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 انظر هذا الكتاب الان امامك، هذا الكتاب الان عنده شكل هندسي ام لا؟ شكل هندسي، الكتاب هنا دعك من الفهم العرفي الكتاب، لا هذا الجسم عنده شكل مستطيل هل هذا الشكل المستطيل مستقل عن هذا الجسم؟ ابدا، وانما هو شان من شؤونات الجسم. ناتي ونستخرج هذا الشكل المستطيل، نخرجه بالادعاء، لا واقعيه له في هذا الاخراج، نخرجه بالادعاء، يعني نعتبر له واقعيه، كيانا، حقيقه، لا مجازا. لماذا؟ حتى ندرس الاستطاله بمعزل عن هذا الجسم. وندرس احكام هذه الاستطاله هذا هو معنى الاعتبار نعم لكن الاستطاله هي موجوده في متن الكتاب يعني شأن من شؤونات الكتاب بل هو امر اعتباري وضحناه والا لزم التسلسل لازم التسلسل هذه من شيخ الاشراق هذه قاعده ابتكرها شيخ الاشراق يقول الحيثيات إذا استقلت متنًا تسلسلت والحق معه تخيل الآن أنت الآن خذ وجود التفاحة بجنبك أمامك تفاحة واحدة أم كثيرة؟ لا واحدة خرج الوحدة واعطيها المتنية فعندك كم متن؟ عندك التفاحة وعندك الوحدة متن وإذا عمقنا الاعتبار هذه الوحدة كيان واحدة أم كثيرة تقول واحدة فهذه الوحدة الثانية تنفك وتصير مثل مستقل ووحدتها تنفك وتصير مثل المستقل نقف أو لا نقف لا نقف تسلسل هنا شيخ الإشراق أسس لقاعدة ذهبية يقول الحيثيات الحيثيات التي تحكيها المفاهيم الفلسفية إذا تحققت تسلسلت فاذا قال المعقولات الفلسفيه اذا تحققت تسلسلت لا يقصد المعقولات بما هي معقولات يقصد ما تحكيه المعقولات من حيثيات اذا تمتنت اذا صح التعبير تمتنت صارت واقعيه متن الواقعيه تسلسلت واضحه جدا واضحه جدا هذا الخاتم واحد، واحد أم كثير؟ لا واحد، خرج الوحدة واعطيها متنية، صارت هنا متن، متنا في مقابل الخاتم، الوحدة فقط، خصوصيات أخرى ننساها، الوحدة خرجناها، هذه الوحدة كثيرة أم واحدة؟ تقول لي واحدة، الواحدة تخرج، المتن الثالث واحد أم كثير؟ تقول واحد، الوحدة تخرج وتتسلسل إلى ما لا نهاية. والتسلسل باطنه فالوحدة لا تتعين مطلقا فالخاتم لا يكون واحدا مطلقا وإلا لازم التسلسل هو هذا هو خذها قاعدة الحيثيات إذا تمتنت صارت متنا وواقعية مستقلة عمن يتشأن بها فهي تتسلسل لأن ذلك الاتصاف يبين التسلسل لأن ذلك الاتصاف اتصاف الخاتم ب بالوحدة مثلا لو كان ثابتا لو كان ثابتا يعني استقل بمتنية لوحده لكان مشاركا لغيره من الموجودات صار موجودا من الموجودات في الثبوت يعني متحقق ثابتا ومتميزا عنها بخصوصية هي الوحدة مثلا أو التحقق أو 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 وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز يمتاز عنه بكيان بكيان يعني الخاتم واحد ثم الوحدة لها كيان واحد ثاني له كيان واحد عم يشتركون في الكينونة ويختلفون في المرتبة وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز فيكون اتصاف ذلك الاتصاف بالثبوت أمرا زائدا عليه ويلزم التسلسل فيكون اتصاف ذلك الاتصاف يعني الوحدة صفة لمن للخاتم اعزلها متنا تتصف كذلك بالوحدة وحدتها اعزلها متنا اللي يعني تتسلسل تتصف بالوحدة وهكذا لا نقف كلها واحدة ومتميزة ما به الاشتراك وما به التميز ما به الاشتراك هي الوحدة ما به التميز هو الكينونة المستقلة إذا ثبت هذا يعني بعدما بين لعلم الحلي هذا الأمر مستوحى من كلام المحقق يقول: إذا ثبت هذا فاعلم أن المصنف رحمه الله تسلم مذهبهم. جيد سلمنا. سلمنا أن الشيئية لها ثبوت في العدم. وما ثبت في نفس, في نفس الأمر وألزمهم المحال. وما ثبت في نفس الأمر، يعني سلم مذهبهم وسلم ما ثبت في نفس الأمر من شيئية موجودة في العدم. وألزمهم المحال. ألزمهم المحال يعني أوصلهم إلى مبدأ التناقض قلنا إذا وصلت القضية إلى مبدأ التناقض وتحقق فيها الوجود في مثل العدم والعدم في مثل الوجود المدعى زائف باطن وتقريره أن المهيات لو كانت ثابتة في العدم لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر لماذا؟ لأن الثابت إعطاه الثبوت تحصيل للحاصل ثابتة في العالم يعني لها كينونة ثابتة فتأتي العلة تعطيها ماذا تعطيها الثبوت ثبوت موجود على مستوى فتنت فتنتفي عملية الخلق مطلقا فالقدرة لا تفعل ولهذا قال مع إثبات القدرة أنتم تثبتون القدرة والقدرة لا تثبتها صفة هكذا في الفراغ لا قدرة فاعلة تخلق تخلق توجد الموجودات وهنا الموجودات لا تنوجد لماذا؟ لأنها ثابتة وإعطاء الثبوت والتحقق والوجود للماهية الثابتة تحصيل للحاصل وهذا هو المحال. نعم أن الماهيات لو كانت ثابتة في العدم لاستغنت الممكنات في وجودها على المؤثر يعني الخالق فالمؤثر لا يفعل قدرته فالقدرة تصير لا فاعله فانتفت القدرة أصلا ورأسا وبالتالي باطل. أنتم تؤمنون بالقدرة. القدرة نعم انتفاء القدرة باطل إذا ثبوت الماهيات في العدم باطل نعم فالمقدم مثله بيان الشرطية إذا بطل المقدم بطل بطل التالي بطل المقدم يعني قدرة ثابتة لا تنتفي انتفى المقدمة والمقدم ثبوت الماهيات في العدم الشرطية قلت لكم دائما ضحوا هذه في دينكم ومسألة بنيوية تتصل بالمنطق في القياس الاستثنائي عندنا بنية تكوينية وعندنا بنية معرفية البنية التكوينية ما معنى؟ يعني إذا لم تتكون مكونات القياس القياس لا ينعقد ما هي مكوناته؟ شرطية واستثناء شرطية واستثناء شرطية قد تكون اتصالية قد تكون انفصالية الاستثناء قد نبطل التالي قد نثبت المقد هذه البنيه التكوينيه شرطية و البنيه المعرفيه لا تختلف، البنيه المعرفيه بيان الملازمه بين المقدم والتالي وابطال التالي او ثبوت المقدم، هذه البنيه المعرفيه، هنا يشير الى البنيه المعرفيه، ماذا يقول؟ فالمقدم باطن بطلنا ان القدره ثابته ليست, ليست منتفيه أه بقي ماذا؟ الركن الثاني المعرفي بيان الشرطيه، يعني بيان الملازم بين بين المقدم والتالي. ان القدره حينئذ لا تاثير لها في الذوات، لان الذوات ثابته اعطاها اعطائها الوجود والثبوت تحصيل للحاصل. ولا في الوجود على مذهبهم، لان الوجود حيثيه هي اعتباريه والاعتباري لا يتعلق به الوجود، كما بيناها. الله تعالى لا يوجد الجلوس لوحده، لان الجلوس حيثية اعتبارية. ولا في اتصاف الماهيه بالوجود على ما ثبت في نفس الامر. نعم لان الماهيه تتصف بالوجود، يعني عندك ماهيه كيان وعندك الوجود كيان. هذا غير معقول. لانه المعتزل لا يفهم ما معنى الهليه البسيطه. قلت لكم الهليه البسيطه ما هو مدلولها؟ الانسان الوجود ليس ثبوت الوجود للانسان. وانما ثبوت الانسان. هذه اشكال بنيوي. نعم، ولا في اتصاف الماهيه بالوجود على ما في نص الامر. وذلك يستلزم نفي التاثير اصلا. يعني الله تعالى لا يعطي الماهيه. لماذا؟ لان يعني الماهيه ثابته في العدم، متصفه بالثبوت. فلا معنى ان يعطيها الثبوت تحصيل للحصل. ولا يعطي الوجود لوحده، لان الوجود اعتباري حيثيه. ما معنى الانسان موجود؟ يعني الانسان متشائم بالتحقق. فالله يعطي الانسان يعطيه الوجود ما يعطي الشأنية، الشأنية هذه لا لهوية هوية لها ولا يعطي الاتصاف لماذا؟ لأن الماهية كيان والوجود كيان فيلزم التسلسل. نعم ولا في في اتصاف الماهية بالوجود على ما ثبت في نفس الأمر وذلك يستلزم نفي التأثير أصلا. أرجع إلى المثل وكيف تتحقق بدون الوجود مع إثبات القدرة؟ أنتم تؤمنون بالقدرة. نعم وذلك يستلزم نفي التأثير يعني نفي الخالقية وبالتالي نفي ملاك الخالقية والتي هي القدرة أصلا وأما بطلان تالي فبالاتفاق يعني الله تعالى قادر بالقدرة المطلقة بيننا وبين المعتزلة اتفاق وأما بطلان تالي يعني كون الله تعالى قادرا هذه مسلم نعم والبرهان دل عليه على ما ياتي، سياتي ان شاء الله ان نثبت في الالهه بالمعنى بالمعنى الاخص القدره الالهيه. فلهذا استبعد المصنف رحمه الله هذه المقاله مع اثبات القدره المؤثره. لهذا قال وكيف؟ استغرب كيف؟ كيف انتم تؤمنون بالقدره وتقولون بالماهيه الثابته؟ يعني اذا كانت الماهيه ثابته في العدم ثبوت 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 يعني التحقق فكيف تعطيها القدرة الثبوت تحصين للحصر فالقدرة هذه تكون لا معنى لها فلهذا استبعد المصنف بكلمته كيف كيف نعم آه، هذه المقالة من المعتزلة مع إثبات القدرة المؤثرة أنتم تؤمنون بالقدرة أيها المعتزلة ثم إذا جئنا إلى الخالق لا يمكن لعملية الخلق أن تتعين لماذا لأنكم بنيتم على أن الماهية ثابتة ثبوت يعني التحقق فكيف يعطيها التحقق من باب تحصيل الحاصل والقول بكون الاتصاف أمرا ذهنيا إذا أنتم بنيتم على أن الاتصاف أمر اعتباري والاعتبار لا ينوجد ليس له الشأن أن يعني ينوجد وأنه منتفي في الخارج منتفي كمتن وليس منتفيًا كحيثية أنا الآن جالس حقيقة لكن الجلوس ليس متنًا منتفي متنًا يعني كحقيقة مستقلة هذه المطالب ستتعمق كثيرًا مع المسائل التي تأتي عندي تجربة في التدريس اكثر من 25 سنه في الحوزه ادرس هذه الامور العقائد والفلسفه والعرفان والمنطق و... عندي تجربه مع الطلاب الطالب في بدايه الماده سواء كانت ماده اصوليه او ماده تفسيريه او عقديه او فلسفيه او عرفانيه او منطقيه عقله مغلق لا يستوعب جميع حيثية الدرس السر ما هو؟ لأنه فاقد للحمولة المفاهيمية فاقد للخلفية المفاهيمية بقول الحدثيين الهرمونيتيكيين لم تتكون عنده لم يتكون عنده الموقف التأويلي إذا أكمل الكتاب تشكل ذهنه بمجموعة من المفاهيم متناسقة، طبعا إذا كان من أهل المباحثة والمثابرة والمطالعة والمداقة يتشكل موقفه التأويلي. يراجع الكتاب من أوله إلى آخره فهمه يتغير جوهريا. هذا الذي يؤهل للتدريس وللشرح وإلى الكتابة. إذا أصبر الآن ذهنك الآن يتكون يشكل موقفه التأويلي. هذه الخلفيات المفاهيمية كلها تستقر في ذهنك الشريف متناسقة متناغمة حينها إذا رجعت إلى هذا المطلب بعد تمام الكتاب يتضح لك بطريقة عجيبة فأنت يجب أن تصبر معنا قال وانحصار الوجود مع عدم التعقل الزائد ياتي إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.